السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل أخت لنا وتقول: هل المعصية بعد الصدقة تذهب أجر الصدقة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله عز وجل مستعينين به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما نعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، كما ذكر الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن هل السيئات تذهب بالحسنات؟ قال أهل العلم: نعم، واستدلوا بذلك بآيات من كتاب الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد تذهب السيئات بالحسنات لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالمعاصي وبارتكاب بعض الذنوب. ومن ذلك الذي استدل به أهل العلم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن والأذى من المعاصي والذنوب، يمن العبد على من تصدق عليه أو على من كان له فضل عليه بهذه النعم أو بهذه الجمايل أو بهذه الصدقات التي تصدق بها عليه، ويمن عليه، فإنه في ذلك آثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وورد عنه أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنان، أي الذي يمن على من فعل له جميلا أو معروفا أو تصدق عليه، فهذا إثم وهو المن. وكذلك الأذى بأن يؤذيه ببعض الكلمات مع أنه تصدق عليه، كما قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لذلك قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره ولا تؤذيه بكلمة، فإن تصدقت عليه فبها ونعمة، وإلا فكف لسانك عنه وكف شرك عنه، فإن له في ذلك لك أنت أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تكف شرك على الناس فإنه لك صدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن المن والأذى يبطل الصدقة، فإذا ارتبط المن والأذى بالصدقة فإنها تحبط الصدقة، وهذا يدل على أن السيئات تذهب بالحسنات لهذه الأدلة. فإذا كان الذنب أو المعصية بعد الصدقة مرتبطا بالصدقة، فإنه يخشى على صاحبه من ألا يقبل الله منه هذه الصدقة. أما إذا كان الذنب والمعصية لا يرتبط بالصدقة، فهذا له شأن آخر، شأنه شأن باقي المعاصي، يجب على العبد أن يتوب منها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما الذي يفعل المعصية ويفعل الذنب ويرمي به بريئا وينساه ولا يتوب منه، فهذا يحمل إثما مبينا، كما قال الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وللأسف الشديد. لذلك يجب دائما الاستغفار لله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل بالتوبة، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا هو الحاصل، إذا كان الذنب والمعصية مرتبطا بالصدقة ببن أو أذى أو غير ذلك من هذه الأمور، فإنه يخشى على صاحبه بأن لا يقبل الله منه هذه الصدقة، ويحبط ويبطل هذه الصدقة ولا يأخذ أجرا، لأنه فعل معصية وذنبا مرتبطا بالصدقة. أما إذا كان الذنب والمعصية لا يرتبط بالصدقة لشيء آخر، فإنه يجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، وأن يستغفره منها ويتوب إلى الله عز وجل، وأبشره بالخير، فإن الله عز وجل قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.